مسافرة 24 سنة صار لها ببريطانيا، وهذا الشال بيذكروا فيها وكل ما بيشوفه بشمشمه. هلا إذا شمشمه وشاف ريحته جل شو بده يعمل فيني؟ بتعرف انك واحد كذاب؟ ليه بقى؟ مو قلت لي عمتك صار لها 80 سنة مسافرة؟ هذيك عمتي الكبيرة. كذاب نص عينك، هيك شفت لك كذبة ثانية، قلت لي عمتي وحيدة. لك أنا عمتي من غير أب، من غير جد يعني. وما تنام. لك بهيمة؟ هلا شيرين بتكون زعلانة مني ولا لا؟ لو ما احلاها ما تكون زعلانة، يعني أنت ضربت لها أبوها، يعني قد ما كنت أنت غالي عليها ما رح تكون أغلى من أبوها. مزبوط. إيه بس أنا بحبها حب ما حدا حب إياه، حتى أبوها ما حب إياه. طيب يا سيدي نام، وبكره بتشوفها وبتفهم منها. بتعرف شغلة؟ بكره لقط ورقة بالحروف، عاجنه بدان، منسيه الحليب اللي يرضع، يا سيدي سالخه كف، مطه 20 سنتي لفوق، ناقصه شوي طول لأنه هو. طيب ماشي. نعم، لأنه أنا كمان بكرة بدي أروح أشوف حبيبتي، لأنه صار لي زمان مو شايفها. أنت لساتك بتحبها لأي جدبها؟ ولساتك عم تروح على المدرسة تخفي؟ طبعاً. إيه لا شيلني منك، أعطيني موبايلك ودق لي على أبو الحروف. ومدق أنت ما معك يونت يعني؟ ما معي يونت. بده مين يدق له كمان؟ حدا بيحمل تاتش؟ ما يا عاي. مسك مسك. مسكر بهيمة. لك أنا بس بدي أفهم. أنا بس بدي أفهم، مين اللي سماه أبو الحروف؟ لك هذا همزة زيادة عليه. شو بعرفني؟ خود. أنا هذا الموبايل لسه بده ينكسر. فداك. في مجال تنام؟ لا. طب طفي الضوء بدي نام. لك اتركني بهمي إبر نام أنت. شي نفخك نفخ إلهي. لك أنا كنت عم بعمل مواحيلي. معقول يخاف من شقفة ولاد؟ بس شو قلت لحالي؟ سايره يا ولاد. في براسي موال كان. بس طلع ونفد. طلع بالحبس، بس وين بده يروح مني؟ لك مصير الحي يتلاقى يا زلمة الكلب. أهلين، شو قالك مالي؟ يا سيدي الكمالي طلعوا، وأنا قاعد لك هون. يلا كرومبو يلا على السريع، روح اعمل لي كاسة شاي تتر يلا بسرعة. يلا شو رأيك كمان؟ ايه راس بطاطا؟ لا لا معلش كرومبو يسلم ايديك يعني أنا ما بدي عزبك بعدين المقالي أنا ما بتوهتيني أبدا. انت تروح نظف الحمامات على السريع. شو شو بنا كرومبو؟ شكلك انت نسيت اني أنا رفيقه ليزن. يا أهلين يزن، انقلع نظف الحمامات انقلع. خلص روي روي والله أمرك خلص. إن شاء الله بتشرب أسيد اللي يبكت معدتك بكت. إن شاء الله تركني لحالي. أوفز على حيلك ولا؟ شو بعلتك؟ معلمي أبو الحروف صار له يومين مو مبين وما بعرف وينه وموبايله مسكر. الله لا يوفقك على السيري عودة. شو؟ أنت بتعرف وينه معلم يا زلمة؟ ولك أنا شو بيعرفني؟ أنا جاي أطبب خوانيه على الخوزاء اللي أدحني إياه. كيف بدنا نلاقيه؟ إن شاء الله والله خايف يكون صاير معه شيء. ولا يهمك، هلا بحكي لك عن تخبرني يا طير بيلاقوا لنا إياه. لا ما شو قصتها هي؟ ما عاد طلعت، حتى ابو خلدون مختفي. يا حبيبي طيب شو الحل؟ اشتقت لها. شو بتروي وين صافين؟ والله يا ولد انت شكلك عشقان، ما بلاقيك غير صفنان. لا يا زلمه ما في هيك شيء بنو، شو عم تحكي؟ صباح الخير. صباح النور. طلعت لك هيك لقيت كرتين بايدي، شو هن؟ شو قصين؟ صباح الخير. استاذ اول ثلاث كروت فتحوا قص ختيار ختيار ضربت قولي. قلت لحالي اذا ما فتح معه كاري ربحت الضرب. روح. الكرت الرابع ستة، الكرت الخامس ثلاثة، قديش ربحنا من الضرب؟ 25 35,000 ليرة. روح. وين العزيمة؟ بعدين خليك بتخليها بروح. صباح الخير. بونجورك. بونجورك. تعرفي شو؟
لا يا خليلي الصبح عم فكر روح لقلنا بشي محل، لأنه يعني لا جاء على بالي نحت ولا جاء على بالي رسم ولا جاء على بالي تصوير. وين يعني؟ وين ما بديك؟ لا بلاحة. راما في بقلبي كلمتين وحابب لك ياه، خلينا نقعد مع بعض. شو قلتي؟ قلي ياهن هون. إيه هون ما بيمشي الحال، بالكوريدور بدي قلك ياه هون، طالب رايح طالب جاي، استاذ رايح استاذ جاي، خلينا ننزل نقعد نجمع. اوكي خلصنا يلا ما بدي وقفة يمشي. لسه بيقلي ابزيد، لسه بيقلي ابزيد. اولا خليك منطقي، وثانيا انا بخلص لك ياه بقل ما اقول لك ابزيد، وثالثا الشغلة مو ألف وألفين، في بواكب القصة ميات الألوف، وأخيرا الزيني بالقول قديش مخلي لك ياها أبزيد؟ بسبعة مليون؟ ايه أنا بخلي لك ياها بستة مليون، بس بدك تقملي مية ألف على جنب. لك شو ليش؟ مو أنت عم تقلي إنه أبو زيد كان حسب لك ياها بسبعة مليون؟ أنا موفر عليك مليون ليرة، انت اعطيني المية وخذ 900 ألف. يا عيني عليك، خلاص اليوم المساء بنوقع العقد. الله معه. سي يو. تقبر قلبي اشتقت لك. انا اشتقت لك كمان. طمني لؤي، ضربوك عذبوك؟ لك عيب عليك يا عيب لؤي. انا اي قبرني الرجال. انا حبيبتي شو لوين على الجامعة؟ ايه على الجامعة. امشي لوصلك. الله لا يوفقك يا ابو زيد، شو بخيل. كنت حط لك شي مكيف او جيب لنا شي مروحة. لازم أهلين زوزي. زوزي اللي انت عكولا شبك قالب ع انتاي زوزي. أهلين يا زون، شو بك معصب؟ ابو الحروف مختفي. شلون يعني مختفي؟ شو بيعرفني كيف يعني؟ قافل موبايله صار يومين مو مبين. لا ما على هالشغله. شو بدنا نعمل؟ نمتى نجيبه هذا؟ شو بيعرفني؟ انا اخر مره شفته كان عند الريجار. ايوه انو نيجا. لك ايه اللي عند السجن، قال انتم بدكم تطلعوا منه، وقال هو مانو متزحزح من هنيك لحتى تطلعوا، حتى لو بده ينزل ويجيبكم. لا مع القصة، معقول يكون نزل؟ شو بيعرفني؟ بيعملها؟ لك بيعملها، هذا كفو لدرجة انه بينزل. والحل هلا؟ شو الحل؟ الحل تشرف لعندي. شو هاي شرف ما شرف؟ باب رزق هون، شو مين ما قال لي شرف بروح؟ بعدين هات لك 100 ألف ورقة بروح معك وين ما بدك. معي 100 ألف، معي 100 ألف صرماية ينلقوا بنص تمك. انقبر شرف لعندي لهون ولا بدي عد للعشرة بتكون مزروع عندي زرعة. لا تعد لا تعد لا تعد، أنا بعد لحالي. خلاص يلا جاي. لما وين بده يكون راح ابو الحروف؟